الله يعطيكم ألف عافية. طبعا تم حذف الفيديوهات من اليوتيوب بشكل كامل، سواء كانت هاي الفيديوهات فصل أول أو فصل ثاني، تبعا لسياسات المنصة، لأنه ما بزبط أنا أشرح اليوتيوب المادة كاملة ويكون أنا موجودة في منصة. لذلك اللي حاب يكمل معاي، في عندك طريقتين: يا بتاخد معي حصص برايفت خصوصي، تبعت لي أنت سكان وين وأنا بتفق معاك، أو أنك تحصل على البطاقة من المنصة نفسها، سواء أنت تكميلي أو جيل 2006. للأمانة ما كنت حابة أحذفهم في هذا الوقت، لكن صار الوقت أنه خلص، يا بضل في المنصة يا بتضل الفيديوهات على اليوتيوب، فأنا اخترت أني أكون مع المنصة. ليش؟ لأنه أنا صار لي 3 سنوات تقريبا، الحمد لله، يعني خدمت 3 أجيال: جيل 2003، جيل 2004، جيل 2005، بالإضافة لكمان التكميلي. كنت معاهم بكل إشي، تم شرح المادة كاملة، والدليل على ذلك لما الفيديوهات كان عددها 215 فيديو، فأي أصلا أستاذ مش رح يكون حاطط كمية هاي الفيديوهات لو بطاقة مدفوعة حتى. فهذا إذا دل على إشي، دل أنه أنا أديت رسالتي بشكل سليم الحمد لله، وخدمت أجيال، وهيهم هلأ الحمد لله في الجامعات وبعتولي، فالحمد لله صار الوقت أنه خلص، يعني لازم أنه أنا ألتزم معاي المنصة. سامحوني واعذروني، وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، ويعطيكم ألف عافية.